أهلا بكم. رئيس الوزراء يلتقي أطفالا عراقيين موهوبين ويؤكد أن الحكومة لديها رؤية واضحة للنهوض بواقع العراق وتطمح لتطوير كل المجالات. مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة ويطلق اسم الشهيد أبو مهدي المهندس على الشارع المؤدي إلى مطار بغداد الدولي. المفوضية تكمل 80% من طعون المرشحين بنتائج الانتخابات وتتوقع إنجاز الوجبة الأخيرة غدا الأربعاء. العراق يرسل 25 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة في ثامن وجبة منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع. مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد تسجل تقدما في نسب الإنجاز وعدد منها يقترب من مراحل الانتهاء. الحكم على تاجري مخدرات بالإعدام. والداخلية تعلن عن خطة جديدة لمكافحة انتشار المواد المخدرة تتضمن نشر المصحات والفحص المبكر. كل هذا وأكثر تتابعونه في النشرة الرئيسة على رأس الساعة. للقاء.